مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذا الموجز الاخباري الجديد، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ضروره العمل الدولي المتكاتف لوضع حد لخطر الارهاب لتقويض نشاطه من خلال مواجهه شامله لجميع عناصره. وادان الرئيس السيسي باشد العبارات التفجيرات الارهابيه الاتمه التي وقعت في سريلانكا، وتوجه بخالص التعزي والمواساه لاسر الضحايا والمصابين. كما اشار الرئيس السيسي في بيان لرئاسه الجمهوريه إلى أن الإرهاب الأسود يشكل جرحا غائرا في ضمير البشرية ويستخف بالروح الإنسانية. وأدانت مصر سلسلة التفجيرات المتزامنة التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مشددة على أن هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها. كما أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام العمليات الإرهابية التي استهدفت 3 كنائس في سريلانكا كانت تقيم قداس عيد الفصح، بالإضافة إلى 3 فنادق، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن استهداف دور العبادة وسفك الدماء أمر تأباه الأديان وتنهي عنه، داعيا الشعب السريلانكي إلى التماسك والتعاون مع الجهات الأمنية من أجل كشف المتسببين في هذه العملية الإرهابية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها. جاء ذلك خلال استقبال السناتور الديمقراطي رون بايدن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث حذر الرئيس مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة من مخاطر، مؤكدا أن التسوية السياسية للأزمات يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. كما أكد الرئيس موقف مصر الثابت في التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية. من جانبه أشار السناتور الديمقراطي إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار وتدعيم قواعد السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بدور مصر الناجح والفاعل في مكافحة الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني وإرساء قيم التسامح. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني تجاه مسار التسوية السياسية. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعيا لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دعم ومساندة مصر للحكومة الصومالية ولكل الجهود التي تستهدف تحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وخلال استقبال أحمد عيسى عوض وزير الخارجية الصومالي والوفد المرافق له، أشار رئيس الوزراء إلى أن مواقف مصر التاريخية كانت دوما داعمة للصومال وشعبه، معربا عن استعداد مصر لتلبية احتياجات الحكومة الصومالية من الدعم الفني والتدريب والمنح الدراسية من أجل المساهمة في تخريج كوادر صومالية قادرة على قيادة جهود بناء الدولة. أشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمستوى التعاون القائم بين مصر والصين لا سيما في الفترة الأخيرة، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لاستفادة مصر من التجربة التنموية والخبرات الصينية. وأشار خلال لقائه نائب رئيس شركة هواوي العالمية إلى أهمية استثمار الشركة لهذا المناخ الإيجابي من التعاون من أجل تعزيز استثماراتها في مصر. من جانبه أكد نائب رئيس الشراكة اهتمامها المتزايد بالسوق المصرية، مشيرا إلى حرص هواوي على التجاوب المرن مع ما تحتاجه السوق. استأنف منتدى المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فعاليات اليوم الثاني لاجتماعه 30 بمدينة شرم الشيخ، وذلك تمهيدا لانعقاد الدورة 64 للجنة بداية من يوم 24 من أبريل الجاري. ويشارك في المناقشات أكثر من 120 مشاركا من 70 منظمة مصرية وأفريقية ودولية،
وتتناول المناقشات عددا من القضايا والتي تشمل مناهضة التعذيب وسوء المعاملة وحرية التعبير والوصول للمعلومات وأزمات اللجوء والنزوح والهجرة وحماية الأقليات وتعزيز الحريات الثقافية. يواصل المصريون في الداخل الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واستأنفت اللجان عملها مرة أخرى بعد أن أشرف القضاة ورؤساء اللجان على عملية إغلاق صناديق التصويت بالأقفال الكودية المؤمنة عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت. أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف أن الهيئة رصدت إقبالا كثيفا من المواطنين على التصويت على التعديلات الدستورية. وخلال مؤتمر صحفي حول متابعة عملية التصويت، أضاف المتحدث عدم تلقي أي شكاوى خلال عملية التصويت على التعديلات الدستورية، كما أعلن أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة الاستفتاء. أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة عمليات الهيئة تتابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بأول. وأشار الشريف في تصريحات لأكسترا نيوز أن الغرفة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى تعوق سير العملية، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف وتزاحم على اللجان على مستوى الجمهورية. أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرارا باستمرار عمل لجان الاقتراع لاستفتاء تعديل بعض مواد الدستور بمختلف محافظات الجمهورية خلال ساعة الراحة التي حددها القانون من الثالثة وحتى الرابعة عصرا. وقال المستشار لاشين إبراهيم إن القرار جاء تيسيرا على المواطنين ونظرا لإقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمان لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية. وأوضح رئيس الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية لسرعة التعامل معها وتدليل أي تعقبات تواجه المواطنين أو القضاء المشرفين على عملية الاستفتاء. وصل أهالي محافظة شمال سيناء اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية التصويت بكثافة ملحوظة، ففي مدينة الشيخ زويد ظهرت منذ اليوم طوابير المواطنين، كما امتدت طوابير السيدات أمام اللجان بشكل ملحوظ. أدلت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنتها الانتخابية بمدرسة الأورمان بشارع المتحف الزراعي، ودعت والي الشعب إلى النزول للمشاركة في الاستفتاء مشيرة إلى أن المشاركة واجب وحق لكل المصريين. انتهت عملية تصويت المصريين على الاستفتاء في التعديلات الدستورية بنيوزيلندا واستراليا واليابان والصين والفلبين وماليزيا. هذا ويواصل أبناء الجاليات المصرية بالخارج التوافد على مقر السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء، ويجرى التصويت في 140 بعثة دولية ب 124 دولة من 9 صباحا إلى 9 مساء طبقا للتوقيتات المحلية لكل دولة. للمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لمتابعة الموجز الإخباري وإلى اللقاء.